مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قضية سناء لعدد كبير من المغاربة تبعوها. موضوع سناء لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع جات من السعودية بصندالة ديال الميكا، نظرا لظروف وقائع عشتهم، ظروف صعيبة. مشاهدينا الكرام، وضعنا الفيديو ديالها ألم المغاربة بشكل كبير في المغرب وخارج المغرب، كان لهم دور جوهري صراحة. وضعنا لها رقم الهاتف ديالها، اتصلوا بها، ساعدوها ماديا ومعنويا. ما يهمني أكثر في الموضوع هو الشكر الجزيل مرة أخرى للمستشار بالقنصلية المغربية في المملكة السعودية اللي دار مجهود جبار باش يأمن هذه البنية التي ما تجي الأرض الوطن. في خضم الموضوع، شيء الجميل والرائع أنه السيد المستشار شاف الفيديو وربط بي الاتصال بشكل مباشر لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع. مجموعة من النقط ذات صلة بالمهاجرين المغاربة في السعودية درجهم معايا، أعطاني معطيات، أعطاني نقط غادي نتكلم عليها في الأخير، فيها إفادة للمهاجرين المغاربة ذكورا وإناث بالمملكة العربية السعودية. مشاهدينا الكرام، أولا غادي نشوفوا الأمور ديال سناء كيفاش. سناء، دوزنا الفيديو الأول، الفيديو الثاني مبقيتيش كما كنتي، الحمد لله وليتي بخير وعلى خير، الأمور غادا مزيان. كيفاش تعاملوا معك الناس؟ السلام عليكم. تعاملوا معي الناس معاملة زينة، وأنا نشكر اللي داخل المغرب اللي خارج المغرب. أنا ما عمرني ما ننسى خيرهم، وتواصلوا فيا وواسوني وفي فضلهم وليت هاك أخويا، وتعاملوا معي زوين وفرحوني. ديك الكلمة ديال الزوينة ديك ديال بنتي راه كتفرحني، حيت ما عمرني ما كنسمع هاد الكلمة ديال بنتي لا من عند الأب ديالي لا من عند ماما. شنو الجديد اللي عندك دابا؟ تعاملوا معك الناس، ساعدوك الحمد لله ماديا ومعنويا، شنو درتي؟ قدرتي تلقي السكن؟ شنو فين وصلت الامور دي؟ لقيت السكن في 14000 ريال ويد الامور ديالي. والحين اخويا ما عرفش شنو نقول لك، ما كرهش اخوتي المغاربه كيف وصلوا لي للسكن، فايت ما وصلوا لي الاب ديالي، ما نقدرش نجبد سميتو حيت لكان شي واحد يعرفه من صحابه يدور فيه. انا ما كرهش الناس المحسنين يهضروا مع الاب ديالي حوسين، حيت هو با ما بغيت منه حتى شي حاجه غير يجي عندي، لكان خير من مراته يجي عندي غير انا، غير انا يواسيني، هادشي اللي بغيت. ما ناقصني والو، ما خوتي المغاربه اللي داخل المغرب اللي خارج المغرب كلشي كيتعامل معايا زين، كلشي كيتواصلوا معايا، الا الاب ديالي هو اللي بغيت. انا خويا ما بغيت حتى شي حاجه في الدنيا، باغي غير بابا وصافي. الام ديالك مسكينه توفات، دابا الامل ديالك في الاب، يكون واحد الحنان عندك مع الاب ديالك، هذا هو. بغيت غير نشوف، بغيت انا نقول كلمة بابا ونشد لي مليون الفرح صافي، حيت ما عمرني ما شايفه ام لي ديالي، شفتو مش ما شفتوش، ولا كان شفتو من بعيد ما شفتوش مزيان، بغيت غير الحنان ديالو نشوفو. الله يخليكم، الله يجزيكم بخير، اللي يعرف الاب ديالي حوسيني يهضر معايا يدي الله، واللي كيعرفو يتواصل معايا ويديوني عدو غير سرقة، هادشي اللي بغيت انا. ما باغا منو حتى شي حاجه، ما باغا منو لا فلوس لا حتى شي حاجه، باغا منو حاجه وحده غير الحنان، غير الحنان هو اللي بغيت منو. انت في هاد اليومين ما درتيش شي محاوله؟ ما قدرتيش؟ ما قدرش، خايفه خا شي واحد يمشي معايا عدو، حيت ما نقدرش على حيت مرتو كيقولوا واعره، كيقول لي علاش كيجودوا لي خواتاتي، كيقول لي خوتك وخواتاتك راه كيشبهوا لك وباباك راه كيشبه لك، كنقول فيا ديك الشهوه نشوفهم كثيرين، نشوفهم كثيرين. حاولت مع صاحبه اختي قلت لها جبي غير زغبه من شعر اختي، مخافت قالت لي ما نقدرش، قالت لي انا كنمشي عندهم وجالسه في دارهم ومهم خليفين جالسه، ولكن انا ما نقدرش نمشي عندهم، قالت لي ما نقدرش ندير شي حاجه، قالت لي حيت امك واعره، ديك مرت باك واعره. هذه الرساله ديالك المغاربه راه كيسمعوا،
يا ربي، ونحاولوا كلنا أن نتوفقوا في هذه المهمة. يا ربي تشوفي الأب ديالك الشيء اللي بغينا. مشاهدينا الكرام، كل من له صلة بالموضوع أجر محسوم على رب العالمين. كنوضعوا رقم الهاتف سناء للتواصل مع أكثر في هذا الموضوع الإنساني بشكل كبير. يا ربي أن توفق وتكون عندها صلة مع الأب ديال الدنيا فايتة، غتبقى صلة الرحيم. لما لا أنه هاد البنية هادي أو سنة إذا صح التعبير تشوف الأب ديالها وتكون واحد صلة الرحيم. هذا نداء للأب المغاربة، الناس المقربين اللي لهم الإمكانيات التواصل أنهم يقدروا يصلوا لهذا الخيط البيض اللي يخلق الطمأنينة والأريحية لهذه السيدة. يا ربي مشاهدينا الكرام، هذا هو ما نتمناه. وكما نوجه الشكر مرة أخرى للمغاربة في المغرب وخارج المغرب للتفاعل ديالهم مع القصة ديال سناء اللي حيدوها من واحد الوضع صعب، والآن الحمد لله وضع شيئا ما على ما يرام، وهذا ما نطمح إليه. مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق، الشكر الجزيل للمستشار ديال القنصلية المغربية بالمملكة العربية السعودية اللي ربط بي الاتصال وعطاني مجموعة من نقط مهمة للمهاجرين. مشاهدينا الكرام، دور السفارة أو القنصلية إذا صح التعبير لها دور جوهري للبحث والاستماع والإنصات المغاربة اللي في الغربة بطبيعة الحال. يبقى الشق القانوني بين قوسين، فئة من المغاربة ذكورا وإناث كيبحثوا على القانون، كيبحثوا على العقود، عاد كيمشيو. والبعض اللي شيئا ما كيكون شوية على الجهل بين قوسين كيمشيو كيلقاو واقع مر. القانون في المملكة العربية السعودية على تواصل، يعني بين قوسين في إطار المؤسسات مع القنصلية. أول شيء ناقشنا الموضوع ديال سناء، غادي نبداو بالمسألة الأولى اللي كتعلق بجواز السفر. جواز السفر في القانون وفي النيابة العامة ديال المملكة العربية السعودية ليس من حق رب العمل أنه يكون عنده، باستثناء إلى طلب أنه يكون عنده جواز سفر ديال هذا المهاجر أو مهاجرة ويعطيه وثيقة تفيد أنه راه عنده الباسبور ديالو. على أساس إلى ما تسلموش هذا المهاجر من عند رب العمل ملي غيغادر بطبيعة الحال، له الحق يمشي للقنصلية ويدلي بما يفيد. لأن الإشكاليات اللي كتطرح في القنصلية، المغاربة كيتخاد لهم الباسبور كيمشيو للقنصلية، القنصلية كدير الإجراءات القانونية في الموضوع وكتربط الاتصالات بالمؤسسات ذوي الاختصاص، يكون الجواب الأخير اللي هو رب العمل ممكن أنه ينكر لم أتسلم هذا الجواز، وهنا كتكون صعوبة من هو الصادق ومن هو بين قوسين. مشاهدينا الكرام، الإطار القانوني ومجموعة من نقاط درجها معايا المستشار غنفيدوا بها الرأي العام، ووعدته بصدق أنني غنوصل هذه الرسالة. أولا غادي نبداو بمكافحة جرائم التجار بالأشخاص. الشرح بالنسبة للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. يعني مسألة واضحة، الهدف مش من طريقة باش غيجي، يعني سواء يجي من مدينة لمدينة كيبقى خاضع للقانون ديالهم، أو يتصاب بشي سلوك لشيئا ما مخالف للقانون، أو يتستقبل والهدف ديال داك اللي جابوا لعنده، يعني بين قوسين رب العمل أو الكفيل، هو إساءة. هذه مسألة مخالفة للقانون. فيما يخص جواز السفر، كما قلت في السابق شرحت الموضوع ديالو، هذا الإقرار كتابي خصو يكون عند المهاجر. إلا عطيتيه الباسبور خذ من عنده كوبي يسني لك فيها أنه تسلمه من عندك، باش كتحمي نفسك أنه هو اللي عنده الباسبور ديالك. هنا في هذه الحالة إلا خداه من عندك بدون إطار قانوني وعندك ما يفيد، يعاقب بغرامة مالية قدرها 5000 ريال. مشاهدينا الكرام، في حالة الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة أو بطاقة تأمين طب بدون رغبة من العامل، يعني خداه بالغصب منه، هذا كنتكلموا دائما ليتنور الرأي العام والتلفية اللي ما غتشد شوية معنا اللغة العربية تستوعب الأمور، اللي غادي ياخذ عندك الباسبور بدون أنه يعطيك ورقة تفيد فيها إفادة أو دليل أنه خداه من عندك، وتحت القوة عندها
أبعاد أخرى في حالة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباري على العمل أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو استغلاله أو التهديد بذلك، يعد من جرائم التجار في الأشخاص التي تصل عقوبتها السجن 15 سنة ومليون ريال سعودي. مشاهدينا الكرام، لما لا أن نكون ملمين شيئا ما بالقانون؟ هذه أمور تتعلق بعض الإشكاليات اللي كتطرح، اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. وكلام السيد المستشار مشكور كان واضحا معي في الموضوع، وقال لي القنصلية المغربية راهن إشارة أي مواطن مغربي في أي لحظة للبحث حول الإشكاليات أو الأمور اللي كيتعرض لها هي مخالفة للقانون. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من الناس كيمشيو بعقود، عدد ذكورا وإناث، عدد كبير من الناس الهدف الأسمى في الموضوع نعلمه جيدا، البحث عن لقمة عيش كل واحد كيفاش كيمشي، كي اللي كيمشي في إطار زواج وأمور أخرى، ولكن يجب الخضوع للقوانين ديال المملكة التي تكون دائما أمام مكتب السفارة حتى يكون ذاك المواطن المغربي صاحب حق ويعطي أدلة. القنصلية تقوم بالعمل ديالها وفق المستطاع، وتتمنى أن يكون عدد كبير من المغاربة اللي كيجيو الأراضي السعودية ملمين بالقانون ديال ديك البلاد. كل بلاد عندها القانون ديالها، كما لم تتوانى ولو لحظة القنصلية أنها كتخبر المؤسسات ذوي الاختصاص بالواقعة والبحث حتى لا يقع أي مغربي يوما ما في المحظور. مشاهدينا الكرام، كل هذه النقط درجناها من أجل تنوير الرأي العام أكثر. وعدني السيد المستشار أنه غيعطيني مجموعة من الإشكاليات اللي كتطرح، ما هو الإطار القانوني في الموضوع، وما هي طرق الجد ملتوية اللي كتكون ديال البعض، وفي الأخر القانون لا يحمي. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص هذه الخطوات اللي إيجابية بشكل كبير. هذه خطوة دار مستشار من القنصلية المغربية بالمملكة السعودية، نتمنى أنه كاع القنصلية تتعامل معنا وتعطينا معطيات ونور بها الرأي العام، لأنه الهدف الأسمى في الموضوع هو ذاك المغربي اللي كيمشي لديار المهجر يكون على اطلاع بالقانون ديال ذاك البلد، وله تنسيق دائم مع السفارة أو القنصلية للوصول للهدف، أنه يكون عنده استقرار بدون تصدع بدون إشكاليات. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع، عدد كبير من المغاربة كانوا في شركة بالسعودية سميتها أوجيه المحدودة. أنا غادي نوضع واحد البلاغ ديال القنصلية، لأنه آخر أجل حول هاد المعطيات راكين في البلاغ، غادي تطالعوا عليه. هنا أمر خاص بالمغاربة، أعتقد رقم تقريبي ما مأكدش منه، حوالي 30,000 اللي كيخدموا في هاد الشركة. آخر أجل لإثبات معلومات اللي كتتعلق بهم عن طريق واحد البوابة إلكترونية، راه كل شيء كاين في البلاغ. مشاهدينا الكرام، تنتمنوا التوفيق للمغاربة في المغرب وخارج المغرب. شوفوا معي هذا البلاغ في وضوح الناس المختصين في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.